قبل عام اعتبرت حركة حماس هجوم السابع من أكتوبر خارطة طريق جديدة تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد في المنطقة. بعد عام عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث من منبر الجمعية العامة عن خريطة الشرق الأوسط الجديد، ويتحدث نتنياهو هنا عن فرصة نادرة للقضاء على حزب الله بعد حماس. فما الذي يخفيه نتنياهو، وفي أي اتجاه تتحرك مراكز الثقل في التوازنات الإقليمية؟ في تل أبيب تشير التسريبات إلى خطط إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية والنفطية ومراكز القرار في الرد على الهجوم الفلسطيني الأخير. وفي طهران يدور الحديث عن خطة الرد القاسي، بينما يواصل وزير الخارجية الإيراني جولاته المكوكية في أنحاء المنطقة. فهل اقتربت فعلا ساعة المواجهة الحاسمة؟ وما هو مصير التهدئة الإقليمية؟ وما الذي ينتظر مستقبل الشرق الأوسط الغارق أصلا في بؤر التوتر والحروب؟ هذا ما أسلط عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود. مساء الخير. أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق.com/vote والإجابة عن سؤال استطلاعنا. السؤال: هل تغامر تل أبيب فعلا بمواجهة النووي الإيراني؟ بنعم أو لا بحسب مشاركاتكم. هذه الأرقام أسفل الشاشة. لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب هنا معي في الحلقة برئيس الوزراء اللبناني الأسبق سيد فؤاد السنيورة. مساء الخير دولة الرئيس، شكرا على وجودك معنا. إذا ما بدأت لو تكرمت اليوم بما تابعناه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عندما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 وقال بأنه هذا القرار لا يزال صالح، وعن هنا السؤال. طبعا قال بأنه حزب الله موافق كذلك، ولكن إسرائيل واضح بأنها غير معنية بالقرار 1701، معنية ربما بأبعد من ذلك. سؤالي: إلى أي حد يمكن فعلا الاستناد على القرار؟ هل هو ما زال مجدي؟ هل هو ما زال صالح؟ ما هي وجهة نظرك بهذا الشأن؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. هذا القرار 1701 هو الذي أقر في العام 2006 عندما كنت أنا رئيسا للحكومة، وقد أقر بإجماع أعضاء مجلس الوزراء اللبناني، كما أقر أيضا بعتقد بالإجماع في إسرائيل. الحقيقة أن الطرف الإسرائيلي لم يطبق هذا القرار، وأن حزب الله لم يطبق هذا القرار، وبالتالي الآن ما نشهده هو نتيجة ذلك التصرف غير المسؤول، أكان ذلك من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله. ها هي المنطقة تدفع من جديد أثمانا باهظة لعدم التصرف بما ينبغيه أن يصعد القيام به لإيجاد حلول حقيقية. كما تحدثت في البداية أن نتنياهو يريد أن يعرض خريطة الطريق للشرق الجديد أو ما شابه، وهو يعتمد ذات الأساليب وذات الأدوات وذات الحروب التي يقصد منها فعليا تصفية القضية الفلسطينية وإزاحة السكان غزة، وهو ما تصرف به مؤخرا، وهو يعمل نفس الشيء على زيادة المستوطنات بهدف إزاحة أيضا الفلسطينيين من غزة. هذا الأمر طبيعي، كما يقول أينشتاين، بقول أن تقوم بذات المعالجات وتتوقع نتائج مختلفة فذلك الجنون بعينه. أعتقد الآن أمام لبنان وأيضا إسرائيل مجالا من أجل فعليا الذهاب بشكل صحيح وبنوايا طيبة من أجل تطبيق القرار 1701، والذي ينص بداية، حتى نكون واضحين، ينص أيضا على في بناءاته على 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 اتفاق الطائف وعلى القرار 1559، وينص أيضا على أن لا يكون هناك إدخال سلاح إلى لبنان إلى غير الدولة اللبنانية أو لقوات اليونيفيل.
كما وينص أيضا على أنه أن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، أعني بذلك السلاح الثقيل. هذا هو ما ينص عليه القرار 1701، والآن هو أمامنا، وبالتالي هناك عودة للإدراك في داخل لبنان على الأقل بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لكل اللبنانيين أن هذا القرار هو قرار قابل للتطبيق، وينبغي أن يصار إلى مساعدة لبنان على تطبيق هذا القرار، وخطوة على طريق أن يصار إلى عودة جميع الفرقاء اللبنانيين إلى الدولة اللبنانية بشروط الدولة اللبنانية. ولكن دولة الرئيس يعني تقول فرصة للبنان وفرصة لإسرائيل، يبدو بأنه إسرائيل غير مكترثة، معنية بإطالة أمد الحرب أو المماطلة من قبل نتنياهو، قد نسميها بمسميات مختلفة، بالتحديد عندما عاد نتنياهو مرة أخرى وربط الساحات، والحديث عن وقف إطلاق النار مربوط بإطلاق سراح الرهائن بغزة. وبالتالي ما هو المخرج في لبنان بهذه الحالة؟ والحرب في غزة ما زالت يعني مستمرة، إطلاق الرهائن مرتبط بوضع مختلف، بوضع حماس بغزة، بالقضية، وبالتالي كيف يمكن للبنان أن يتصرف هنا؟ أول شيء بداية بالنسبة لإسرائيل، يعني هي انطلقت أساسا من أنه تريد أن تستعيد الرهائن وأن تعيد أيضا النازحين من 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 من, من الشمال في إسرائيل. هل 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 تحقق هذا الأمر؟ لا زالت غزة جبهة مفتوحة، ولا زالت أيضا جبهة شمال إسرائيل مفتوحة، وبالتالي لم يحقق حقيقة نتنياهو أي من الأهداف الأساسية التي وضعها. وبالتالي أيضا ما يقوم به الآن من هذا الهجوم، وبالتالي أيضا بدأ بهجوم بري على لبنان، هل يعتقد أنه ينتهي بذلك إلى أن يحقق ما يريده؟ ثبت أن هناك محدودية للعمل العسكري. بالنهاية بده يقعد الجميع إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي أن يصلوا إلى أسلوب يؤدي إلى تحقيق المراد. هو يريد عودة الرهائن ويريد عودة النازحين، بإمكانه أن يحقق ذلك، وبأن يعود وتعود إسرائيل إلى النظر إلى أنها هل تريد أن تبقى عرضة لحروب مستمرة كل كم عام، أم أنها تريد أن تصبح جزءا من هذه المنطقة. جزءا من هذه المنطقة يعني بالتالي أنها تريد أن تحقق سلاما عادلا ودائما ومستقرا. هذا الأمر لا تقوم به إسرائيل، إسرائيل لديها الضوء ولا يحقق أي من أهدافها. ولكن دولة الرئيس رأى البعض بأن إسرائيل لديها الضوء الأخضر للتخلص من حزب الله ومن حماس في هذا التوقيت، ومن هنا تفتح جبهات متعددة باليمن، بسوريا، بلبنان، بفلسطين، كلها بنفس الوقت، لأنها محمية بغطاء يعني أمريكي أولا، غطاء دولي، وموافقة الكثير من دول المنطقة على هذا الأمر. وبالتالي ألا يطيل ذلك أمد هذه الحرب وانعكاساتها يعني الإنسانية، الاقتصادية، قضية سياسية على المنطقة، على لبنان بالتحديد؟ يا سيدتي، على مدى هالعقدين الماضيين كانت هناك مراهنات عديدة أن بالإمكان تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي تعالوا نعمل من أجل تحسين بعض الأوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين. ولقد تبين بنتيجة كل ذلك أن هذه القضية تحفر عميقا جدا في وجدان الفلسطينيين والعرب والمسلمين. مهما يعني طاولنا الأمر وانتقلنا من حال إلى حال، تبقى هذه المشكلة غير قابلة للحل بدون حل حقيقي ودائم وعادل. هذا الأمر لا تقوم به إسرائيل الآن ولا تحقق أهدافها، وبالتالي هي تعرضت الآن لهجمة، وبالتالي قامت واستعملت الآن كل أدوات الحرب، كل أنواع القذائف والقنابل والتدمير والتهديد والقتل، ما تركت شيئا. هل استطاعت أن تحقق حتى الآن أي من أهدافها؟ لم تحقق. هي أمام خيار. العقلاء في إسرائيل يقولون أن هناك أمرا أقرب إلى الجنون ما يقوم به نتنياهو الآن، والمجموعة من المتطرفين المتشددين الذين يرسمون هذه السياسات وهذه الحروب.
وبالتالي لم نصل إلى نتيجة. فهذا الأمر طبيعي الآن، يعني في هناك سوء تصرف، بحيث إنه إسرائيل خطفت من الفلسطينيين ومن اللبنانيين مظلوميتهم. يعني إسرائيل ترتكب كل هذه المعاصي وكل هذا الجرائم، وتظهر أمام الرأي، أمام بعض الرأي العام الدولي، بأنها هي المظلومة وهي التي يجري التعرض لها. طب يعني هذا الأمر كما ينبغي، كما يقول الشاعر، أنه قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا الأمر ما بيصير هيك. يعني فعليا اللي عم يجرى الآن هو التقتيل. يعني مبارح كانت إسرائيل مشان بدها تقتل واحد قتلت 22 واحد وجرحت 125 واحد. يعني شو هذا الحرب هذا بالنهاية اللي عم بتطال المدنيين؟ طيب شو هذا؟ قد ترى يعني الولايات المتحدة القصة أو الموضوع بشكل مختلف. يعني أكسس الإخباري الموقع الأسبوع الماضي كان تحدث على أنه البيت الأبيض يحاول استغلال هذه الضربات الإسرائيلية القوية التي وجهت لحزب الله لدفع لبنان باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد. وقبل شوي قبل أن نبدأ تابعنا أنه كان في اتصال هاتفي ما بين بلينكن مع رئيس مجلس النواب نبيه برب بنفس الصدد. إلى أين وصلت هذه المهمة؟ هل فعلا هناك توافق داخلي في لبنان لانتخاب رئيس جمهورية؟ بغض النظر ونعلم أن هذه المسألة هي معطلة من قبل الحرب بلبنان وقبل الحرب بغزة. نعم، مسألة تعطيل انتخاب رئيس جمهورية الآن مضى علينا تقريبا سنتين ولم ننتخب بها رئيس جمهورية، وكان ذلك جزء منه هو لأن الدولة اللبنانية كانت مختطفة ولا تزال مختطفة من قبل حزب الله. ولكن أنا أرى بعد ما جرى في هذه المنطقة طبيعي هناك يعني فرصة ما يسمى كيف يمكن أن نحول أزمة معينة أو حادثا معين إلى فرصة. أنا أعتقد هناك نافذة ممكن أن نلج منها من أجل فعليا إيجاد مناخ يتقبل ويطالب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذا الأمر لدي القناعة، ومن خلال ما يجري الآن لعقد قمة روحية في لبنان يوم الأربعاء القادم، هناك توجه أن هناك إجماعا لدى كل المسؤولين الروحيين في لبنان، واللي هن بيعطوا صورة لكل اللبنانيين، أن هناك إمكانية من أجل التوافق على بيان يلي ينبغي أن يصدر ويؤكد على حتمية وضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بدون أي شروط من الشروط التي كانت توضع من أجل الحؤول دون انتخاب رئيس جمهورية. أعتقد الآن في فرصة ينبغي انتهازها من أجل التقدم من جهة على صعيد وقف إطلاق النار، وبالتالي يتم إنقاذ لبنان، ولكن بتم تطبيق كامل للقرار 1701، وعلى أساس أن تعود الدولة اللبنانية إلى لتتولى دورها بالكامل وسلطتها الكامل على جميع الأراضي اللبنانية، بحيث في النهاية لا يكون هناك من سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية. وهذا هو ينطبق على ما يسمى أتى به اتفاق الطائف لجهة حل الميليشيات وجمع السلاح من الجميع. هذا هو ما تم الاتفاق عليه في الطائف وأصدره أيضا كقانون مجلس النواب اللبناني. الآن هناك نافذة كان بإمكاننا أن نستعملها، وهي فرصة ليست فقط للبنان ولكن فرصة أيضا لإسرائيل لتعيد توجيه بوصلتها بشكل صحيح، إذا كانت تريد فعليا أن تتكلم عن ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. طيب دورة الرئيس لنفصل لو تكرمت ما بين وقف إطلاق النار بلبنان، لأنه غير واضح أنه هناك بوادر لوقف إطلاق النار أو العملية العسكرية التي تسميها إسرائيل حتى الآن محدودة على الجانب البري أو ما تقوم به على الجانب الجوي وما إلى ذلك، لأنه يبدو بأن نتنياهو يريد الانتهاء والتخلص من حزب الله بشكل كامل، على الأقل هذا ما فهمنا من التصريحات. هل يمكن المضي قدما بمشروع انتخاب رئيس الجمهورية في ظل استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ هل الوقت مواتي؟ البعض يرى أنه إذا تم وقف
وقف إطلاق النار الليلة، لن تتمكن لبنان أو لن يتمكن لبنان من انتخاب رئيس جمهورية، لأن الفرقاء بلبنان بما فيهم حزب الله ولكن غير حزب الله لا يوجد توافق. دي صغيري، أول شيء بس نأخذ مثلين، حماس وحزب الله. بعد كل هذا التدمير وهذا كل القتل، هل انتهت حماس؟ لا، ما انتهت حماس. وهلأ بعد كل التدمير والقتل هل انتهى حزب الله؟ لا، ما انتهى حزب الله، ولكن ليست هذه الطريقة للمعاملة. هو فعليا لكي تعود حماس لتنضوي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك موقفا واحدا لدى الفلسطينيين، ويستعيد فلسطينية القضية، ويكون القضية الفلسطينية هي الأساس وليس قضايا الفصائل الفلسطينية. عودة إلى لبنان، أي فعليا حزب الله جزء من الشعب اللبناني، ولكن عليه أن يعود إلى الدولة اللبنانية بشروط الدولة اللبنانية، وحيث أن لا يكون هناك أي سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية. بالنسبة للانتخابات، يجب أن تتم الانتخابات، ويجب أن لا نعلق عملية إجراء الانتخابات على شرط من هنا وشرط من هناك. هذا الأمر لا يجوز. هناك أولوية الآن تتطلب إنقاذ لبنان، والمفتاح الأساسي الذي نفتح به الباب من أجل الولوج نحو إنقاذ لبنان هو في إجراء الانتخابات النيابية لرئيس للجمهورية يكون قادرا على أن يجمع اللبنانيين، وليس على أساس الشروط التي جرت في الانتخابات في العام 2016 والتي أدت إلى زيادة المآسي في لبنان. شكرا لك أي دولة الرئيس على وجودك معنا في على الحدود، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. أذهب الآن لأستعرض معكم أبرز بنوك الأهداف المتداولة بإيران وإسرائيل بشأن خطط الرد، نستعرض لو سمحتم. إذن إلى أين تتجه موازين القوى في الشرق الأوسط؟ هذا ما أناقش، ويعني كل خطط الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المطروحة نسلط عليها الضوء، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. مساء الخير من جديد. في الجزء الثاني من على الحدود أرحب بضيوفي الكرام من واشنطن، الخبير في الشؤون الإيرانية وكبير الباحثين بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى السيد فرزين نديمي، أهلا وسهلا بك. من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ المحاضر بجامعة القدس سابقا دكتور سعيد زيداني، أهلا وسهلا، أرحب بكم. ولكن أبدأ النقاش مع حضراتكم بعد قليل، أستعرض الآن أبرز المواقف الإقليمية من هذا الصراع الحالي في الشرق الأوسط، نتابع لو سمحتم. Let us harness our resolve and our courage to stop the curse of a nuclear Iran and roll back its fanaticism and aggression. Let us bring forth the blessings of a new Middle East that will transform lands once ridden with conflict and chaos into fields of prosperity and peace. I truly believe we're at another inflection point in world history. But the choices we make today will determine our future for decades to come. كل ضربة ينزلها أي شخص وأي مجموعة بهذا الكيان إنما هي خدمة للمنطقة بأجمعها. إن غياب المساءلة والعقاب رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقانون الدول الإنساني يشجعها على التصعيد. هذا التصعيد لن يحقق الأمن والاستقرار لأي طرف،
وينذر بعواقب خطيرة وتوسيع رقعة العنف والحروب والمزيد من التهديد لأمن المنطقة واستقرارها. بعدما استعرضنا أبرز هذه المواقف إذن فيما يتعلق بالتصعيد بالمنطقة وسيناريوهات ربما الرد الإسرائيلي على الجانب الإيراني، ومن هالنقطة أذهب لضيوفي، أرحب بكم من جديد لأسألك دكتور سعيد زيداني، إلى أين تتجه هذه المشاورات في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسبل الرد الإسرائيلي على إيران؟ أولا، هل تأخر الرد الإسرائيلي بوجهة نظرك؟ نعلم بأنه كنا نتابع قبل قليل بأن هناك نوع من البداية، ولكن يعني يتجلى شيئا فشيئا التقارب الأمريكي الإسرائيلي على بنك الأهداف، هل ما زالت المنشآت النووية منشآت الطاقة الإيرانية هي أهم الأهداف الإسرائيلية أو فيك تغير بالخريطة بوجهة نظرك؟ يعني التحدي الإيراني من وجهة نظر إسرائيلية يتمثل ب يعني الطاقة النووية الإيرانية أساساً، وأيضا لها علاقة بصواريخ إيران ونفوذها في المنطقة. في الرد الإسرائيلي القادم، وأراه قادما يعني حسب كل المؤشرات، يعني وحسب كل المؤشرات أيضا فإن الولايات المتحدة ضد أنه تستهدف إسرائيل يعني المفاعلات الذرية الإيرانية أو المنشآت النفطية، والتنسيق الأمريكي الإسرائيلي على قدم وساق. وإذا أخذنا بالاعتبار أنه يعني إسرائيل لا تستطيع أن تخالف القيود والتحفظات الأمريكية، فعلى ما يبدو يتم الاتفاق حاليا على استهداف أهداف أخرى مركزية عسكرية قيادية إيرانية، وذلك دون استهداف يعني المفاعلات الذرية أو المنشآت النفطية. ولكن يعني بس أنت قلت بالبداية تراه قادما الرد يعني الإسرائيلي على إيران، تراه قادما بأي معنى؟ هل نتحدث عن ساعات، عن أيام؟ هل نتحدث عن إطالة أمد انتظارنا للرد الإسرائيلي لاقترابنا من الانتخابات الأمريكية؟ يعني ما هو التاريخ، ما هو التوقيت المناسب للجانب الأمريكي والإسرائيلي في الرد على إيران؟ يعني أنا لا أستطيع أنه يعني أحدد تقريباً يوم، ولكن يعني هذا الرد من المفروض أنه لا يتأخر كثيرا. هنالك اجتماع، يعني هنالك زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى أمريكا، وهنالك أمس محادثة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. فيعني الرد، ونحن الآن بصدد الأعياد اليهودية غدا يوم الغفران، فيعني من المفروض حسب كل المؤشرات إنه هذا الرد قادم خلال أيام قليلة، ولكن لا يستطيع أن يتأخر لفترة أكثر، ولا يستطيع أن يتأخر إلى درجة إنه يقترب من موعد الانتخابات الأمريكية. هنا أسأل من واشنطن سيد فرزين، مرحبا بك. ما هي المكاسب التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في هذه الفترة؟ نعلم بأنه كان هناك نوع من، لن أقول توتر، بس ربما عدم تناغم في وجهات النظر الإسرائيلية الأمريكية بالفترة الماضية فيما يتعلق بتوسيع الحرب في المنطقة، وإن كان هناك طبعا اتفاق على يعني على الأهداف الأساسية، ولكن ربما مش بنفس النهج الذي ينتهج نتنياهو إن صح التعبير. ولكن ما هي المكاسب من ضرب إيران في هذه الفترة على الجانب المكاسب لا إسرائيل ولا أمريكا؟ بطبيعة الحال إدارة الولايات المتحدة لطالما كانت قلقة من التصعيد في المنطقة، خاصة باعتبار أن الولايات المتحدة لديها عدد من القواعد الأمريكية قريبة من الأراضي الإيرانية والأجواء الإيرانية، وقد تكون عرضة لأي رد إيراني انتقامي. هناك أيضا موظفين وجنود أمريكيين في المنطقة في العراق وسوريا والأردن ودول الخليج.
وطبعا الحماية كانت أساسية في الذهن الأمريكي، والولايات المتحدة قلقة بأن إذا كان الرد الإسرائيلي قويا على إيران واستهدف بعض الأهداف المركزية، هذا سوف يدفع إيران إلى رد فوري، وهذا الرد بدوره سوف يتسبب بخسائر بين الجنود الأمريكيين. هذه النقطة الأولى التي تقلق الأمريكيين. ذكرت الولايات المتحدة أيضاً أنها تود الحد من التوتر الذي يقلقها في المنطقة، تود أن ترى تهدئة في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه تفهم الولايات المتحدة أن إسرائيل بحاجة إلى الرد على الهجوم غير المسبوق من قبل إيران، وهو كان حتى أكبر من هجوم إيران. الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر كان مع إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، وكان على كل المستويات غير مسبوق ودراماتيكي. وتعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنه يجب أن يكون هناك رد، بخلاف ذلك سوف يخلق ذلك واقعا جديدا في المنطقة، وتفكر إيران بهجوم على إسرائيل متى شاءت. وبالتالي تعتقد إسرائيل أنها من خلال القيام برد حاسم كما تصفه سوف تردع إيران عن، أو تحاول على الأقل أن تردع إيران عن إطلاق هجمات مماثلة على إسرائيل. ولكن أعتقد أن مهما فعلته إسرائيل فالمنطقة تتجه إلى وضع أكثر خطورة، لأن الخصمان الأساسيان إيران وإسرائيل في المنطقة يعرفان محدوديات بعضهما البعض، وسوف يستمران باختبار هذه الحدود في المستقبل. والرد الإسرائيلي كما نسمع في التقارير الإعلامية وتسريبات المعلومات عن الحوار بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، يبدو أن هناك حديث عن ضرب النفط والغاز الإيراني، وهو قطاع هام جدا في إيران، وضرب بعض هذه المنشآت يمكن أن يقود الإنتاج الأمريكي الإيراني عفوا. وهناك نقاط هشاشة أساسية في النظام النفطي الإيراني، ولكن أيضا كان هناك مرونة في هذه الصناعة، وخاصة وأن إيران لديها الكثير من المنشآت المكررة وتحملت عواقب حروب كثيرة في الماضي، قد تفتقر إلى الاستثمارات ولديها مشاكل في التكنولوجيات الجديدة. إذن نحن في يعني بمرحلة ترقب، ننتظر كيف سيكون شكل الرد الإسرائيلي، وواضح بأن هناك وجهات نظر مختلفة لدى الإدارة الأمريكية حيال بنك الأهداف، إن كان ضرب المنشآت النووية النفطية الإيرانية أو لا، وبالتالي يجب علينا أن ننتظر في الفترة المقبلة. لأسألك دكتور سعيد زيداني، في هذه المرحلة كان أحد أهم أسباب الحملة العسكرية الإسرائيلية على حزب الله أنه حزب الله كان يشكل جبهة إسناد لغزة أو هكذا يقول، وبالتالي كانت تريد إسرائيل الفصل بين الساحات أو بين الجبهات، لتعود الآن وتربط بين الجبهات وتقول لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا إذا بلبنان إلا إذا أطلقت حماس الرهائن. لماذا عادت وربطت الساحات؟ ما الذي يريد نتنياهو في هذه المرحلة؟ يعني الأهداف الحرب الإسرائيلية على غزة كانت واضحة، وهي ثلاثة أهداف: تقويض القدرات العسكرية وقدرات الحكم حركة حماس في قطاع غزة، وأيضا تحرير الرهائن أو المخطوفين كما يسميهم الإسرائيليون، وكذلك خلق واقع اللي يعني يزول التهديد لإسرائيل، لأمن إسرائيل من ذلك القطاع. وأضيف الهدف الآخر بعد أن شارك حزب الله بإسناد حماس في تلك المواجهة، وهو إعادة النازحين الإسرائيليين. هذه الأهداف المعلنة، ولكن إلى جانب ذلك هنالك أهداف غير معلنة لهذه الحرب،
على الجبهة الشمالية، يعني هدف غير معلن أيضا هو تقويض القدرات العسكرية لحزب الله وخلق واقع في جنوب لبنان اللي لا تتواجد فيه قوات الرضوان وأي أسلحة ثقيلة أخرى، عودة إلى القرار 1701 بشروط إسرائيلية وأمريكية. فيعني وبطبيعة الحال هي تريد الفصل بين الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية، والمعركة في الجنوب كما في الشمال ما زالت أوجها، ونحن في انتظار يعني الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية بمئة صاروخ باليستي. فيعني إذا لم تتحرك الدبلوماسية، وأساسا إذا لم تتحرك الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع، فنحن سوف نشهد تصعيدا أكثر في المنطقة. طيب رح أستكمل حديثي مع حضراتكم، ولكن بعد ما أتوقف عند هذا الفاصل الأخير في على الحدود لنتساءل بعد قليل، هل تنسف هذه الحرب بالشرق الأوسط وهذا التصعيد جهود سنوات من التهدئة الإقليمية؟ نتساءل عن ذلك بعد قليل. هجوم السابع من أكتوبر تسبب بارتدادات كبرى بالشرق الأوسط الذي يشهد أصلاً اتساعاً لبؤر التوتر الساخنة أمام تراجع الدور الأمريكي الفترة الماضية. إذا ما بدأنا بسوريا بالتحديد، إلى جانب الجولان المحتل من طرف إسرائيل تخضع مناطق واسعة لسيطرة المعارضة أو القوات التركية أو الوحدات الكردية التي تحظى بدعم الولايات المتحدة من خلال قاعدتها في التنف أو من خلال نقاطها العسكرية قرب حقول النفط في شرق الفرات. طيب ماذا عن العراق؟ إذا ما ذهبنا للعراق، تعمل الحكومة المركزية على احتواء قوات الحشد الشعبي على استكمال دمجها بالجيش مقابل استهداف فصائل مسلحة لإسرائيل. تتحدث إيران عن نشاط استخباراتي إسرائيلي في كردستان. طب ماذا عن اليمن؟ اليمن الحديث عنه مهم، جهود وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية سعودية وأممية تواجه مستقبلا مجهولا، بالتحديد مع دخول الحوثيين بالفترة الماضية على خط التصعيد مع تل أبيب بضرب أهداف بإسرائيل أو مهاجمة سفن تجارية في البحر الأحمر. طيب ماذا عن القرن الأفريقي؟ يشهد الصومال مثلا حربا مع حركة الشباب منذ سنوات، وأصبح نقطة خلاف أخرى ما بين مصر وأثيوبيا، بالتحديد بعدما أبرمت أديس أباب اتفاقا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي على استئجار منفذ على مدار داخل البحر الأحمر. ماذا عن السودان الذي يواجه خطر انقسام جديد مع اقتراب قوة الدعم السريع من السيطرة على مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في دارفور، بينما يسود الغموض مستقبل التقارب ما بين الخرطوم وتل أبيب بعد نحو 4 سنوات على إعلان إدارة ترامب عن اتفاق من قبل الجانبين على تطبيع العلاقات. ماذا عن ليبيا؟ يسيطر البرلمان وحكومته بتبرق على شرق البلاد بدعم من الجيش الوطني الليبي، بالمقابل تسيطر على طرابلس والمناطق الغربية حكومة الوحدة التي سارعت العام الماضي إلى التبرؤ من وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بعد لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. بعدما استعرضنا مجموعة من المتغيرات والحقائق والوقائع بالشرق الأوسط الفترة الماضية نتساءل عنها أكثر الآن. لأسألك من رام الله دكتور زيداني لو تكرمت، كنا قد تابعنا كما ذكرنا مجموعة من المتغيرات في المنطقة، كل ذلك كان بالتوازي مع محاولات التهدئة من إيران، محاولات إيران، محاولات دول الجوار لإيجاد دائما أرضية يعني مشتركة إن صح التعبير. ما الذي يتغير الآن؟ هل تتغير خريطة التعامل مع إيران، خريطة التعامل مع إسرائيل؟ كذلك كنا نتابع عدد من يعني المساعي للتطبيع مع دول مختلفة في المنطقة، هل كل ذلك سيتوقف أو سيمضي قدما مع اتساع رقعة إسرائيل أو تحركاتها العسكرية بأريحية في المنطقة بهذه الفترة؟ يعني القضايا التي ذكرت ليس كلها مترابطة،
قضية السودان وقضية ليبيا هي قضايا من فترة طويلة. فقط أشرنا من مبدأ الحديث على أنه كان في مساعي مختلفة للتطبيع مع إسرائيل من جهة، كان في مساعي مختلفة للتطبيع مثلا أو تطبيع العلاقات مع إيران. فقط لنعطي فكرة على أنه المنطقة كانت تتجه باتجاه معين، جاءت هذه الحرب وربما تغير من الديناميكية في المنطقة. يعني الوضع الذي كان سائدا والذي ما زال مستمرا إلى حد بعيد هو قضية المحاور. هنالك المحور، ما يسمونه بالمحور الإيراني أو الهلال الشيعي الذي يشمل حزب الله والحوثيين ويعني الحشد الشعبي في العراق ويعني حزب الله وفي سوريا أيضا. فيعني هذا من ناحية، وفي مقابل ذلك كانت هنالك دول التطبيع العربي وإسرائيل والولايات المتحدة اللي تعمل يعني جاهدة، سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة، على تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية. والمطمع الكبير كان ولا يزال التطبيع طبعا مع السعودية، ولكن يعني هذه الحرب على قطاع غزة والتي امتدت إلى الحدود اللبنانية خربطت كثيرا من الأوراق. نتنياهو يصف أنه يعني هنالك قوى شر مقابل قوى خير وقوى تقدم، فهو يحاول يعني استدراج أمريكا أكثر وأكثر واستدراج دول أوروبية أكثر وأكثر من أجل ضرب يعني إيران والمحور الإيراني. ويعني هذه المحاولات ما زالت مستمرة، وإيران طبعا تدافع عن نفسها وعن حلفائها وتقحم نفسها أيضا بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب على غزة والحرب على لبنان. فيعني والانتخابات الأمريكية القادمة خلال أقل من شهر، ففي ظني أنه سوف يكون هنالك جهد أمريكي من أجل تهدئة الأوضاع، سواء على مستوى الحرب على غزة أو على مستوى الحرب يعني على لبنان، يعني على جنوب لبنان ولبنان عموما. ولكن في جميع الحالات يعني القضية الفلسطينية تقفز إلى الصدارة، ولكن ربما للأسف إنه الصدارة لا تعني أن شروط الحل أصبحت أكثر. يعني دولة فلسطينية ليست على جدول، ليست جزء من هذه التهدئة التي قد تكون قريبة. ولكن يعني في الحالة اللبنانية ربما شروط الحل واضحة ومتفق عليها لبنانيا ودوليا إلى حد كبير. أما قضية الرهائن ووضع قطاع غزة فيعني مختلف إلى يعني أبعد الحدود. هنا أذهب سيد فريزين، أسألك عن الجانب الآخر. تحدث عن إيران، تابعنا طبعا هذا اللقاء للرئيس الإيراني مع بوتين على هامش يعني المنتدى الإقليمي بتركمانستان. لأسألك كيف تنظر إلى هذه العلاقة في هذا التوقيت؟ هي علاقة يعني متميزة ما بين الجانبين، ليس بالأمر الجديد، ولكن هل يعني العلاقة مع روسيا الآن مهمة لإيران في ظل هذا الضغط الذي تمارس إسرائيل بدعم أمريكي؟ هل يعطيها خيارات أم لا؟ بطبيعة الحال فإن إيران وروسيا عززت من علاقتهما في السنوات الماضية، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا. تفاجأنا بأن روسيا تعتمد على التكنولوجيا الإيرانية وخاصة المسيرات والآن الصواريخ البالستية، وحتى اشترت خط إنتاج من إيران، وهي تقوم بإنتاج المسيرات الإيرانية بشكل كبير، تستخدمها بضرب الأهداف المدنية في أوكرانيا. إذا العلاقات بينهما هامة جدا، ولكن أعتقد أنها أكثر أهمية بالنسبة لإيران من روسيا.
إيران تحاول أن ترفع هذه العلاقات إلى علاقات استراتيجية بينهما. روسيا لا تزال تتردد بالقيام بذلك، ولكن أعتقد أنهما سوف يتوصلا إلى هذه المرحلة. إيران تصر على وضع اللمسات الأخيرة والتوقيع على تعاون واتفاق طويل الأمد بين البلدين، ويبدو أنهما اقتربا أكثر من أي وقت مضى للتوقيع، وقد يحدث في اجتماع بريكس المقبل. ولكن طبعا هذه العلاقة هامة بالنسبة للبلدين. وقع علاقة أو عقد غاز حيث يمكن لإيران أن تشتري الغاز الروسي. سريعا لو تكرمت، بقي لدي دقيقة لو تكرمت، هل ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية فيما تبقى لديها من وقت قبل الانتخابات لإيجاد أي نوع من الأرضية المشتركة مع الجانب الإيراني انتهازا للموقف الأكبر هذا، التصعيد والضغط على الإيران أو على إيران من أجل إيجاد ربما مخرج للعودة لاتفاق النووي أو تسوية أو مدخل للمرحلة المقبلة؟ لا شك أنه سوف يكون هناك محادثات بين إيران والولايات المتحدة غير مباشرة لاستئناف شكل من أشكال المحادثات حول مشروع إيران النووي. لا أعتقد أننا سوف نرى أي نتائج قريبا في هذا الصدد، ولكن لا شك أنه سوف يكون هناك المزيد من المحادثات بعد الانتخابات، خاصة إذا ما فازت السيدة هاريس بالانتخابات. إذا ما فاز ترامب وأصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، الأمر لا يمكن التكهن به. واضح، شكرا جزيلا، وصلنا إلى الختام. كنت معنا إذن من واشنطن الخبير بالشؤون الإيرانية، كبير الباحثين بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى سيد فرزين نديمي، شكرا جزيلا لك. كان معي من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ المحاضر بجامعة القدس سابقا دكتور سعيد زيداري، شكرا جزيلا لك. وصلت إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من على الحدود، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.